الترشح ديالي راه من زمان حنا غاديين. انا عندي مشروع، انا يقولوا لي بغا يكول ولي بغا يصو اللي بغا يصفق يصفق. كاين مشروع ضروري يمطروا الافكار في الاحزاب. ما يمكنش اليوم نجيو ننتخبوا رئيس ديال التجمع بالتصفيق، هادشي ما مقبولش. وتنظن ما مقبولش حتى لهذا الرئيس اللي غادي سوف ينتخب، ما نظنش. من غير الا كان يمكن باش نقول لك ما نظنش على كل حال يكون مقبول. قدمنا برنامج واكدت بان الاقليه هي تجيب التغيير. وصراحه شفت بان في المؤتمر كاين واحد النوع من اتساع الصدر والاستعداد لتصنت الاخر، ولو كان بعد مشوشين وهادشي عادي اللي تساندوا المرشح الاخر، ولكن انا صراحه متفائل وشفت بان كاين واحد تقدم في التجمع اليوم على حسب اللي كنت عشت في انتخاب ديال الرئاسه السابقه. المستقبل ديال الحزب واضح، الا ما ولاش قوه اجتماعيه ما عمره ما يكون قوه سياسيه. واخا نحطوا 15 الوزير في الحكومه، واخا الحكومه تكون كلها ديالنا، ما يمكنش. راه هادشي واضح، راه تشوفوا التجربه ديال الاحزاب الاخرى. اليوم اللي ما وليناش قوه اجتماعيه ما كاينش. والقوه الاجتماعيه منين غتجيبها؟ من المنسقين. خاص المنسق يكون الرجل المناسب والمحاسبه السنويه. ياك اليوم تنقولوا بان هذا الحزب ديال رجال الاعمال، وسيدي طبقوا لنا غير داكشي اللي تيديروا في لي زافير ديالهم في الاعمال ديالهم. كل سنه يديروا لنا ان بيلون ويعيطوا لهذا المنسق يقولوا له انت كنتي التزمتي العام الفايت على 2000 منخرط جديد، وريهم ليا، اعطيني لي كارت ديالهم لي كارت ناسيونال. سي اوسي سامبل كو سا، هذه هي استراتيجيه. ما خدامش الله يهنيه ونجيب منسق اخر. شكرا لك سي مرحبا. شكرا.